إلى العميد مارون خريش من بيروت، الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا مجددا. إذا كيف يمكن قراءة التطورات الميدانية في الجنوب وكذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأين ترتكز الضربات الإسرائيلية؟ لنبتدئ بالضاحية الجنوبية التي تتلقى كل يوم ليلا ونهارا ضربات مكثفة لتدمير جميع المساكن والبنايات. أنا أعتقد أن البنك الأهداف الإسرائيلي قد استنفذ في الضاحية وفي لبنان، ولكن ماذا يفعلون الآن؟ إنهم يدمرون المنازل ويدمرون المحلات التجارية وكل المؤسسات والجسور، يعني تدميرا شاملا. وهذا كله يدل على حقد من القوات الإسرائيلية على المجتمع اللبناني الذي لم يتأثر يعني لم يتأثر كفاية حسب الإسرائيليين بهذه الضربات التي وجهها إلى لبنان. وهو يعتقد أن الشعب اللبناني سوف يقوم على حزب الله لسود عيون الإسرائيليين. تدور في لبنان معارك طائفية ومعارك وحرب أهلية في لبنان لوقف الهجمات الإسرائيلية. الآن بعد القصف المكثف على الضاحية واستهداف هشام صفي الدين، أنا أعتقد أن الإسرائيليين يعتقدون أنهم إذا تأخروا بانتشال الضحايا من تحت الأنقاض سوف يعدم يعني الحظ في أن يكون أحد على قيد الحياة تحت الردم في الضاحية. وعلاوة على ذلك وزيادة في الإجرام، لقد رمى الإسرائيليون على هذا الموقع قنابل محرقة وما زالت النيران مشتعلة، وهم يمنعون الدفاع المدني والإسعاف من الذهاب إلى الموقع لانتشال الضحايا. أما عن الجنوب فإن الوضع يعني الوضع على حاله، ما زالوا في بقعة تجمع. بقعة التجمع هذه هي بقعة تجمع للانطلاق بالمهاجمة، بمهاجمة الجنوب. وهم يفعلون كل العمليات العسكرية التي تمهد لهذا الموضوع، مثل القصف في الخلف وقصف الأهداف المحتملة وقصف الأهداف المحتملة وكل هذه العمليات التي نحن ندرسها في العلم العسكري لكي يحدوا من فعالية حزب الله في المنطقة، من فعالية المقاومة. ولكنهم لغاية الآن لم نرى أي نتيجة من ذلك، وعلى العكس فإن المقاومين ما زالوا يقاومون على التخوم الأمامية على 10 أمتار و20 نعم. متر. إذن واشنطن تقول بأنه لا يمكن تحديد مدة زمنية للعملية العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، باعتقادكم كم ستستمر هذه العملية؟ نعم، هو قال أنها ستكون عملية محدودة. عملية محدودة كان يعتقد أنه سوف ينهي العملية خلال أسبوع أو أسبوعين، وهذا الأسبوع الأول قد شرف على الجهاد. أما لماذا يقول بأن حسب الميدان سوف نحدد الوقت؟ أنا أعتقد أننا سوف بعد أيام سوف تكون الذكرى الأولى ل27 الأول، والسنة القادمة سنقول نفس الشيء عن العمليات في لبنان. لن يستطيع أحدا أن يكسر شوكة أحد أو أن يدمره تدميرا كاملا، لأن المقاومة اللبنانية واللبنانيين مصممون على دحر هذا العدو وعدم تمكينه من الدخول إلى لبنان، لأننا نعلم نحن أنه لن يترك لبنان هذه المرة. لقد تركها تحت ضربات المقاومة
عام 2000 وبالدبلوماسية اللبنانية المكثفة وأصدقائنا في الغرب وأصدقائنا العرب استطاعوا أن يقنعوا العدو الإسرائيلي بترك لبنان والاندحار سنة عام 2000، ولكنه وعام 2006 أيضا دخل العدو لكيلومترات معدودة، يعني لا تتجاوز 4 أو 5 كيلومترات، وفي اليوم الأول لوقف إطلاق النار انسحب هذا العدو ودخل الجيش اللبناني مع قوة الطوارئ الدولية. وأنا أعتقد أن إذا طالت المدة سنة أو سنتين سوف نعيد نفس السيناريو. نطلب من الدول العربية التي هي صديقة شقيقة للبنان، ليست فقط صديقة، أن تحمل هذه المبادرة، تحمل المبادرة بوقف إطلاق النار والانتهاء من هذا الوضع، لأنه لن يفيد الطرفين، لن يفيد الإسرائيليين ولن يفيد اللبنانيين. لذلك نأمل وضمنا وعقنا الدماء وضمنا بحياة اللبنانيين وبأملاكهم أن تتوقف هذه الحرب، وإلا إذا كان إذا تركناها على الغارب بإسرائيل، الحبل على الغارب لإسرائيل، سوف تدوم سنة وسنتين وثلاث وربما أكثر إلى أن يتدمر لبنان، وعندها الإسرائيليون سوف يجلسون على طاولة المفاوضات وسوف نعيد الإعمار مثل العادة في لبنان. كل 10 أو 15 سنة يعدوننا الإسرائيليون بحفلة دمار ونحن نبني، وعندما ننتهي من البناء يعيدون الكرة. الآن البلد مدمر اقتصاديا، مرفأ بيروت مدمر، مطار بيروت مشلول، الاقتصاد اللبناني بأسوأ حالاته، الإيداعات، إيداعات اللبنانيين وإيداعات المغتربين اللبنانيين وإيداعات العرب في البنوك اللبنانية مسروقة منهوبة. لبنان نعم، بالحديث عن الأوضاع في لبنان هناك تقارير أمريكية تقول بأن ربما القضاء على زعيم حزب الله سيؤدي إلى حلحلة الأوضاع سياسيا وربما انتخاب رئيس جديد في لبنان، ما مدى يعني إمكانية تحقيق ذلك؟ يا سيدتي، كان في لبنان هناك رئيس منذ سنتين، وعندما انتهت ولايته لم نستطع أن ننتخب رئيس إلا الرئيس الذي تريده المقاومة. والآن أي رئيس يأتي لن يستطيع أن يفعل أفضل من الرئيس السابق، لأن الأوضاع في لبنان نحن عالقون بين الأطماع الإسرائيلية والأطماع الإيرانية. قد سمعتم البارحة عندما أتى وزير خارجية إيران، أتى إلى بيروت وتباحث مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النيابي وكان موجودا بعض الوزراء، وعندما خرج صرح أمام الصحفيين غير ما قيل في الداخل. في الداخل هم كانوا يريدون أن يتوقف النار ولا يكون هناك أي وحدة مسار مع غزة، وإذا به يعلق وقف إطلاق النار في لبنان، وقف إطلاق النار في غزة، وبإعادة المخطوفين من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. يعني عدنا إلى السياسة، سياسة المحاور وسياسة الأحلاف المفروضة على لبنان، لأن الأحلاف كما نعلم هي أحلاف بين دول، أما حلف بين دولة ومجموعة مسلحة فهذه جديدة في العالم، ويبقى في القانون الدولي وفي شرعة الأمم المتحدة البلد الذي يحضن هذه المجموعات هو المسؤول. لبنان هو المسؤول عن كل أفعال حزب الله، والآن هو يعامل حزب الله كأنه دولة الإيراني،
والأمريكي حتى يعامل حزب الله كأنه هو الدولة، ويدمر لبنان باسم تدمير حزب الله. هذا هو لبنان. لبنان مؤلف من كل الجماعات، إن كانت مسلحة أو غير مسلحة. نحن في لبنان هذه هي الحياة اللبنانية، وهذا هو هي الحياة المشتركة في لبنان. واضح، شكرا لك. إذن كان معنا من بيروت العميد مارون خريش، الخبير العسكري والاستراتيجي.